والله يا أديبة إنك مبروكة. من زمان كان ودي أشتري تراشي كذي سنحة وخاتم حبات كبار عليه القيمة. ليش بالعافية تستاهلين. عاد إن شاء الله أنعزم عشان أكشخ فيهم. ما إرسامي كله مسكر علي ولا يخليني أطلع. بس أختي هو مرة واحدة هدني. تحقين السالفة ليش؟ يمكن انشغل. شغل؟ شغل بشنو يعني يا أختي؟ إيش فيك؟ يمكن شغل جديد. زين انت اديبه شو تحسين؟ اللي احس فيه اني افرح لفرحك وتكدر اللي تكدرتي. اختي انا فرحانه بس قلبي فيه غصه. بسم الله عليك من الغصه. ليش؟ ما ادري اديبه، يعني من وحده مسكرين عليها الباب وبدل القفل 10 قفول حاطين عليها، مره وحده كذي يصير الباب مبطل وهدد. يعني ما ادري ايش فيه. هو تحقين يعني اديبه ايش فيه؟ شو اللي صاير؟ والله احترت معك، مو هذا اللي تبينه. إيه اختي ابي وما ابي. شلون شغلك؟ والله الحمد لله عمي، رحت لندن الحين انا. اي عسى الله يوفقك ان شاء الله، يبغى تستاهل كل خير. عامرني يبوي. عمي انا ادري ان الوالده الله يرحمها ما صار لها فتره متوفت والظروف كلش مو مناسبه. بس بصراحه الخطوه هذه انا كنت ناوي عليها من زمان. عمي أنا جاي أطلب إيد بنتك أوضح.